العظيم والله العظيم والله العظيم ان في الدقيقه 17 او الدقيقه 19 في كره كنت رايح اجيب جون واتشلت من ورا كده وخدت كارت ستيميليشن. والله العظيم ادري يا ابو عظيم قال لي والله العظيم هتتغلبوا لو عملتوا اللي النهارده عشان تتحطوا من المباراه في المباراه دي تقريبا. ايوه بقول لك والله العظيم والله العظيم والله العظيم وقلت الكلام ده في التحقيق بتاع اتحاد الكوره ولا حاجه. وبعدها باسبوع ادري ابو عظيم كان هو اللي ماسك قناه النادي الاهلي البرامج الرياضيه في النادي الاهلي. عادي مكافاه عاديه وعلى الملا مفيش مشكله لان الزمالك فقد الناحيه الاعلاميه بتاعته اللي انا بطالب بيها المستشار المرتضى منصور بقول له عليها. لازم عندك ناحيه اعلاميه. الاعلام هو النجاح. انت بتحب تتكلم على انهي سنه؟ فريق احلام. طب ده ما كانتش قناه الاهلي كانتش موجوده؟ لا كانت موجوده قناه الاهلي في الوقت ده. لا ما كانتش موجوده. لا كانت موجوده ومسك ادري بعدها مسك ادري بعدها مدير البرامج الرياضيه في النادي الاهلي. في النادي الاهلي برامج رياضيه في النادي الاهلي ازاي؟ في قناه النادي الاهلي. ما كانش فيه قناه الاهلي الاهلي ساعتها. لا كان فيه. كان فيه انت هتقاوح كمان قناه الاهلي. ايام فريق الاحلام كانت قناه الاهلي وكان ادري عبد الحليم مشرف القناه. والله العظيم والله العظيم قال لي والله العظيم قال لي انه اغسطس 2008 جه ساعتها قبل موسم 95 96 والله العظيم قال لي كده. في كده؟ طب والنبي بتقول في كده؟ طب وانت مضيع علينا وقتنا ليه في الرد؟ ولا ما هو الناس بتسمع. هو في أسوأ واعنف من ان انت تتهم بالرشوه؟ تتهم نادي بتقديم رشوه؟ لا وتقول الحكم اتشطب والراجل بيلعب وتحلف بالله العظيم انه 5 اغسطس 2008